بملامح جادة وعزيمة قوية وعيون تتطلع لمستقبل مشرق. استقبلتنا السيدة قادر أم العيد بأرضها الفلاحية والواقعة بالمحيط الفلاحي الشرايع بمنطقة تبلبالة ولاية بني عباس. فتحت لنا قلبها لتحكي لنا تجربتها في خدمة الأرض وتربية المواشي. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أنا ميلو حواء. ملي راني مولات 12 سنة وأنا في هذه الفلاحة. الفلاحة علمها لي بويا وراني من حياتي كومبلي وحنا للفلاحة وحنا ما عندنا غير الفلاحة. ناكلو منها ونشربو منها وشويهات منها ودجاجات منها ودار حنا كاع داري منها وناكل منها شويه ونعطي منها في سبيل الله وسبيل البلاغ من جنوعة كاع للفلاحة. حفرت الحاسي وخدمت أنا وبا صغيرة مولا 18 سنة تزوجت. ملي تزوجت أنا مع مولا داري وأنا خدام مع مولا داري في الجنان بوليداتي تبارك الله عمر ربي يخليه لي ويخلي المسلمين كاملة. وراني في الفلاحة في الجنان أنا مولا داري نجي أنا ويا في الموطو كي نخرج لبرا نركب في الموطو نلحق هنا يحطني هو يوكل شويهات وأنا نقلع له الحشيش. يوكل هو شويهات وأنا نقلع له الحشيش كي نكملو نقلعو خضرتنا ونمشو. تبارك الله تبارك الله والحمد لله وحنا عايشين مخير تبارك الله ما خصنا حتى الحمد لله. حنا عايشين مليح تبارك الله بزروديتنا تبارك الله باللف تبارك الله بالحرور بالكاوكا وتبارك الله بكل شيء راحنا تبارك الله بالبطاطا بخضرتنا تبارك الله حنا غنيين روحنا تبارك الله ما خصنا حتى الحمد لله. ويا ربي لك الحمد الحمد ربي والشكر. والصيف ناكلوا الدلاح وناكلوا المنون وناكلوا البطيخ وناكلوا اللي كتب الله ناكلوا التمر واللي كتب مولانا حنا ناكلوه. ويا ربي لك الحمد وحنا عايشين مليح تبارك الله ما خصنا حتى شي. يا ربي لك الحمد. الملابس تاعنا هذا نتاع الفلاحه هذا وحنا دروك كي نمشيو للدار نقلعوا الملابس تاع الدار لبسوا نتاع الدار وكي نخرجوا للفلاحه لبسوا القش تاع الفلاحه. والفلاحه دايما الفلاحه حنا كي سنه كيرجع لنا كاع فلاحه حتى بالبالا مش نوعه بالفلاحه كي نسى كيرجع كاع على الفلاحه. وين مشينا وين مشيت دخلت الجنان تلقى راجل ومع مرتو يفلحوا وما كانش اللي يقول ما يفلحش حتى بالبالا هي قاعده تفلح. ما عندنا لا فزينات لا والو اللي درناه ناكلوه في كروشنا. وزاد الطريق ما عندناش ولا فطور سبور ما عندناش اللي يدينا زعما الصوالح حنا نبيعهم. ودروك حنا شنبه فروي ما عندناش زعما راح نديرو البطاطا راه تضيع لينا نديرو اللفت يضيع لينا نديرو الزرودي يضيع لينا نديرو الدلاح يضيع لينا. غير اللي عنده الوطر يمشيو يدو يبيعو اللي ما عندوش الوطر كلشي راه يضيع ليهم. حنا نخدمو في شي في سبيل الله يضيع اللي كاين كاين ما كاينه يضيع لينا. وهنا الدنيا قاعد تفلح ما كاش قاعد نتمد قاعد الدنيا تفلح الدنيا قاعد دايره فلاحه. باش قول زعما خلينا نعطي لهذا ونعطي هذا الدنيا قاعد دايره فلاحه درك ما كاش قاعد نتمد واش كلشي راه يضيع لينا.
كل خير تبارك الله عندنا. تبارك الله ها التمر تبارك الله ها الزيتون تبارك الله ها كل شيء تبارك الله من عندنا هنا بصح ما كانش ليه. ما عندناش وين ندوه. الله غالب خصنا الوطا فاش ندوه ما كانش. ترونسبور ما كانش. عندنا الكاوكو صح. الكاوكو العام نديروه. عندنا غير الكاوكو اللي يقعد لينا زين. يقعد لك عام يقعد لك زين معليش ما يضيعش. اللي ما كاين تبارك الله. غير اللي يفلح شويه عياني. الدنيا عيات. الفلاحه عيات عباد الله الله غالب. لا عندنا ما ندير هذاك الشيء والحمد لله يا ربي لك الحمد الحمد لله ربي ونشكره. خصنا ثاني خصنا الامكانيات وخصنا ايد العامله وهاد الجيل بسلامته ما يخدموش. وحنا بغينا الفلاحه تكبر. بغينا الفلاحه تكبر وهاد الجيل ما يخدموش. هاد الجيل كتقول لها تخدم في الفلاحه يقول لك ما نخدمش. الفلاحه هي تاعي والسوق. جيبي هو سوقي. الجنان ما نخدمش. والجوج تاعي ودي الله غالب ما راهش قاد مريض وما راهش قاد ودي. عنده 3 ملايين للشهر 3 ملايين بحال الله معدوه. وراني نجي هنا للجنان لقط زعما ونحرت منا لا وحدي زعما ونخدم منا ونخدم منا ونحرت شويه هكا مع البطاطا ونحرت شويه مع الصوالح اللي ناكل على كرش انا وعائلتي. واه ناكل انا وعائلتي. هذا ما كان. ناكل مع العائله ونجي الطماطات نقلعها وحدي نقطعهم وحدي ونقلع وحدي ونقطع الجريد ونلم الجريد وحدي ومرا داري ودي يحسن العون اش قد. أنا نجي من 8 وأنا هنا إلى الوحدة ولا الزوج عاد نمشي. يجي يحطني في الموطو ويريح لي غير تما تحت الزيتونة إلى نكمل صلاحي ونعاود نوكل شويهاتي ونشربهم ونوكل دجاجاتي ونشربهم ونركبو في الموطو ونمشو أنا وياه عاد يردني. كي الدخان تاع الفيلا يجي يحطني تم هو يمشي وأنا نكمل على قراعي. والحمد لله. ها؟ إيوا ربي يعاونك ربي يعاونك. إلى هنا مشاهدينا الأكارم نكون قد أتينا على نهاية حلقة اليوم على أمل أن نلقاكم في حلقة جديدة من برنامجكم أنا ملح حواء. إلى اللقاء.